هذه السياسة يعني أوروبا الحقيقة مضحكة، لأنه بتشتكي كتير من اللاجئين، يعني يفضل يكون هناك شكوى من اللاجئين وشكوى من الهجرة غير شرعية وشكوى من هنا وهناك، وهم أيضا الداعمين لكل حروب المنطقة. فيعني هذه السياسة اللي هي سياسة يعني ملهاش سياسة، يعني ليس لها سياسة. أنت تشتكي من ناس بتهجر هذه البلاد لأنه لا يوجد بلاد، لأنك دعمت الحروب فيها، وفي نفس الوقت تشتكي من اللاجئين. يعني نتمنى أن تكون تصريحات الاتحاد الأوروبي زي ما ذكر، بأنه يعني هناك علاقة، يعني علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل متوقفة عن ما يحدث في إسرائيل. خلينا نشوف ما يحدث في الأيام المقبلة. ولكن نعود مرة ثانية، عايزة أعود مع حضراتكم مرة ثانية للقمة العربية بالمنامة، وخليني نقرأ يعني قراءة كده تفصيلية عبر الزوم من القاهرة مع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونرى من خلال رؤيته وخبرته أيضا ما دار من فعاليات في قمة اليوم في البحرين. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ شفقي، زي الصحن. يعني اليوم كيف رأيت هذه القمة؟ قمة رقم 33، قمة عادية ولكن بظروف استثنائية، كيف رأيتها؟ يعني بكل تأكيد القمة العربية جاءت في توقيت شديد الحساسية وضغوط هائلة على الأمن القومي العربي. كانت غزة والقضية الفلسطينية كما كان متوقعا محورا البيان الختامي للقمة، فعبرت يعني المجموعة العربية بإجماع الكلمات التي تحدث بها القادة والملوك العرب لتناصر القضية الفلسطينية وتدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وفي نفس الوقت تذكير المجتمع الدولي بواجباته تجاه ما يدور، خاصة وكما أوضح السيد الرئيس في كلمة هامة مؤثرة وجامعة، تحدث عن أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تقود إلا لعدم الاستقرار، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بخيار السلام والاستقرار، وأن التاريخ سيتوقف طويلا أيضا أمام الحرب الدائرة في غزة. ونحن نتحدث الآن، محكمة العدل الدولية تبحث الإجراءات المتوجب اتخاذها لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس في حق شعبنا في غزة، والتي أشار إليها السيد الرئيس بأنها حصار لشعب كامل، وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيره قسريا واستيطان أراضيهم، أمور يعني عجز المجتمع الدولي عن الوقوف أمامها. فالظرف التاريخي الدقيق عبرت عنه كلمة السيد الرئيس، كما عبرت عنه أيضا البيان الهام للقمة، والذي استوقفني في عدة نقاط رئيسية كان أهمها بكل تأكيد العمل على دعوة قوة حفظ السلام دولية للتواجد على الأراضي الفلسطينية، وكذلك العمل على تجميع الصوت الفلسطيني والقدرات الفلسطينية ومجموع الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد، وتوحيد الصفوف بين القادة والجماعات الفلسطينية المختلفة، حتى تسنى لنا الإجابة في مرحلة ما بعد غزة لوضع حماس وعلاقتها بالسلطة الوطنية وعلاقتها بباقي الفصائل. مظلة منظمة التحرير الفلسطيني يجب أن تكون هي المظلة الحاكمة للجميع حتى تتحقق مصالح الفلسطينيين جميعا في إقامة دولتهم المستقلة، التي دعا البيان لعقد ختامي للقمة، لعقد مؤتمر دولي للسلام. ولكن علينا وكما لمس البيان الالتزام بالدعوة لوقف إطلاق النار، إدانة التدخلات الإسرائيلية في معبر رفح، ما شدد عليه السيد الرئيس بشأن رفض التهجير القسري، وقيادة المشهد لعملية سياسية تقود من خلالها السلطة الوطنية الفلسطينية عملية إعادة الإعمار ثم ترسيخ دعائم حل الدولتين
في نطاق زمني محدد. طب يعني سيادة السفير، يعني سعادة السفير، عايز أسأل حضرتك أيضا سؤال يعني في كلمة السيد الرئيس، وهو أيضا يعني دعا المجتمع الدولي أن يكون أمام مسؤولياته، أو كمان بأنه في اختبار لا مثيل له. هل تتصور بأن إقامة يعني يكون عندنا يعني مؤتمر دولي للسلام، هل هذا المؤتمر ممكن أن يساعد في أن يضع المجتمع ده ولو لمرة واحدة أمام المسؤوليات، خاصة وأننا في ظروف غاية في الصعوبة؟ يعني بكل تأكيد حدث تطور تاريخي في الجمعية العامة الجمعة الماضية عندما صوتت الأسرة الدولية بإجماع 143 صوتا ضد 9 أصوات وامتناع البعض لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفي نفس الوقت عضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى. الهام في هذا التطور أيضا أن هناك كما ذكر محدثي السابق الدكتور عزت إبراهيم هناك نحو 5 دول أخرى تسعى لإقامة علاقات كاملة والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وهي البرتغال وأسبانيا وأيرلندا والنرويج. وأتصور أن الدفع العربي خلال المرحلة القادمة هو سيكون باتجاه 143 دولة التي اعترفت بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أن تسعى للاعتراف الكامل وإقامة العلاقات الدبلوماسية لتصبح فلسطين وهي دولة تحت الاحتلال عضو كامل الآلية في الأسرة الدولية. تمام. يعني أيضا رؤية حضرتك يعني هذه القمة، وخاصة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أكد بأن الحضور هذه المرة كان حضورا قويا، خاصة مع وزراء الخارجية العرب، والجميع كان حريص. كيف ترى هذا الحضور القوي، وحضرتك أكيد حضرت قمم عربية سابقة؟ يعني بالفعل كما ذكر الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط الحضور هو أحد مظاهر التعبير عن الإرادة العربية، قوة البيان وتمسكه بالثوابت، وكذلك دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، تصدي كلمات الملوك والرؤساء وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تناول في بداية ومقدمة كلماته الحديث عن مخاطر ما تشهده المنطقة والضغوط الواقعة على الأمن القومي العربي، وحديثه عن قضية التهجير القسري بشكل واضح المعالم، حديثه عن مستقبل المنطقة في ظل خيار السلام في مقابل خيار الحرب والدمار، وإدانته لهؤلاء الذين يعتمدون الحرب يعني نبراسا لعملهم ومدخلا لتصرفاتهم في المنطقة، ونبههم إلى أن الاختيار الذي تستحقه المنطقة هو اختيار السلام، أما سياسات العنف والقهر فهي لا تصل لتحقيق الأمن. الأمن يتحقق بالسلام، وكما تبنت مصر دائما. تبنى السيد الرئيس أيضا والبيان الختامي إدانة للتدخل الإسرائيلي عند معبر الجزء الفلسطيني من معبر رفح، ورفضت مصر كما تعلمين التعاون مع إسرائيل في إدخال المساعدات حتى لا يتحقق أمرا واقعا على الأرض، تكون بذلك إسرائيل قد فرضت سلطة الاحتلال التي لا يمكننا التعامل معها. على أي حال لإسرائيل 6 مداخل يمكن أن تفتح تلك المعابر لدخول المساعدات، ولكن هي تعتمد وكما تبحث المحكمة العدل الدولية اليوم تعتمد سياسة الإبادة الجماعية الجينوسايد، وأنا أعتقد أن إدانة كاملة في هذه الممارسة حيث تتوافر أركان النية وتتوافر أركان الشعب المستهدف وتتوافر الأدوات التي استخدمت من قصف عشوائي وتهجير داخلي قسري وقطع إمدادات المياه والوقود وضرب المستشفيات والمدارس، يعني أن كل ما حددته وكما ذكرت المحكمة اليوم صحيح. أن ممارسات إسرائيل تسير باتجاه الإبادة الجماعية. تقرير صحيح. فرانشيسكا ألبانيز مفوضة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة يشير على أن إسرائيل في تقريرها أناتومي أوف جينوسايد أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وعلينا أن ننتظر
محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل، وكذلك محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية. صحيح. أخيرا سعادة السفير، يعني ربما يعني كلمة السيد الرئيس، وتحديدا عن يعني ذكر السيد الرئيس بأن دعاة الحرب في المنطقة، وهنا السيد الرئيس لم يذكر فقط بأن الاحتلال الغاشم أو إسرائيل، ولكن هي متضمنة أيضا من يساند ويساعد هذا الاحتلال هم دعاة حرب، هو يضع الجميع أمام مسؤولياته. كيف ترى هذه الجملة تحديدا كرسالة واضحة؟ يعني دعاة الحرب مدانين وهم إسرائيل وقادتها، أما المتواطئين كبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا فهم لهم أيضا وفقا لقواعد القانون الدولي عقاب التواطؤ، لأنهم هم طبعا الذين مكنوا وساعدوا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، يعلمون جميعا وكما ذكر القادة العسكريين في إسرائيل أن ما يحدث هو يعني اقتياد سياسي للوضع بما يضر حتى بأوضاع الجيش الإسرائيلي الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية اليوم بتسييس نتنياهو بتسييس الوضع واستدراج القوات الإسرائيلية لمهالك في قطاع غزة، وما حدث في جباليا أول أمس يعني خير دليل على ذلك، أنه يكرر نفس الهجوم ويرتكب نفس الأخطاء وتقع له نفس الخسائر. هو لا يستطيع الخروج ما دامت إرادة نتنياهو واليمين المتطرف هو مد صحيح. خط العمليات العسكرية ربما للوصول للانتخابات الأمريكية وركوب موجة الجمهوريين اليمينيين، وهكذا تستمر الحكومة في وضعها. ولكن أعتقد أن قواعد اللعبة لن تسمح لهم، والإرادة الدولية ستقف ضدهم، وسيكون الإجماع الشعبي الدولي الرسمي والشعبي ضد استمرار آلة القتل الإسرائيلية بل معاقبتها. أكيد. سعادة السفير بشكر حضرتك شكرا جزيلا عن كل هذه التفاصيل.